وللحديث عن اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري واستمرار سياسة إفلات مرتكبي الإخفاء القسري من العقاب في العراق، معنا من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله أخي الكريم، أهلا وسهلا. كما هو واضح من خلال السياق، 33 منظمة حقوقية وجمعية حقوقية أيضا أكدت في تقرير مشترك أن سياسة الإفلات، إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، هو السائد في العراق اليوم، وبالتالي هناك استمرار في ارتكاب هذه الجرائم. أولا استمرار الجريمة، جريمة الإخفاء القسري، وثانيا استمرار ممارسة الجريمة لأن مرتكبيها لا يلاحقون ولا تصلهم يد العدالة للأسف في العراق. الكريم، الاختفاء القسري أو الإخفاء القسري أو التغييب القسري هو جريمة المتورط الأكبر فيها هي الجهة الرسمية الحكومية أو من يعمل برخصة من الحكومة أو الجماعات التابعة للحكومة، وهذا يفسر لنا استمرار إفلات مرتكبي هذه الجرائم المركبة من العقاب، لأنه التورط حاصل والتستر أيضا حاصل، وحماية المرتكبين في هذا البلد مع الأسف الشديد هو يعني السائد على موقف هذا الملف. نعم، وهذا يعني يبين لنا التقاعس أو عدم الرغبة أو عدم الجدية أو إحالة الموضوع إلى لجان تمهيدا لتمييعه ونسيانه. ليته كان تقاعس، يعني حسب ما كشف بعض النواب أن الكاظمي قال لهم في جلسة خاصة انسوا ملف المغيبين والمفقودين، ما بماذا يحيي ذلك إن صحت هذه الرواية على لسان بعض النواب؟ هذا يعني يعطي إشارة يعني أن الكاظمي يعلم جيدا الجهات المتورطة بهذه الجرائم، ويعلم أنه لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يواجه هذه الجهات، لأنه يعني مصيره مرتبط بقبول و يعني الإذعان لهذه الجهات، وإلا لا يعني لا يمكن أن يستمر في منصبه. نعم. طيب، في ظل هذه المطالبات بالكشف عن مصير المغيبين قسريا دكتور، لماذا ترفض الحكومة التعاون في هذا الملف على الأقل في فتح المقابر الجماعية التي اكتشفت ضمن مناطق سيطرة ومعسكرات الميليشيات؟ الحقيقة أخي الكريم أن الحكومة ليست فقط ترفض فتح هذه المقابر، إنما هي تجتهد في طمس الأدلة ومحو الإشارات وما يوجد من أمور يعني ممكن تشير إلى هوية الضحايا، وممكن حتى تفصل لنا يعني ما حصل وقبل أنه يدفن هؤلاء الضحايا، لكن هذا أيضا هو، وإلا الاحتراز في مواقع المقابر الجماعية، نعم هذا واجب، لكن ما المقابل أمام هذا الاحتراز وأمام هذا المنع؟ المقابل أنه الملف يؤجل ويرحل وكي يعني يمر عليه الزمن، لكنهم لا يعلمون أن هذه الجرائم لا تسقط في التقادم ولا يمكن أن تسقط في التقادم، وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه المرتكبون عليه. نعم، إذا توقفنا دكتور عند الأرقام الصادرة عن أكثر من جهة حول المغيبين قسريا الذين تتراوح أعدادهم بين 250 ألف إلى مليون شخص، فإننا نتحدث عن هذا العدد الضخم والكبير جدا، بالإضافة إلى هذا العدد من العوائل العراقية المنكوبة أيضا بتغييب أبنائها، سواء فيما يتعلق بعدم معرفة مصيرهم أو بالمصير المعاش الآن من أوضاع مأساوية اقتصادية لغياب رب العائلة أو معيرها بهذه الطريقة. أقل تقدير أننا نتحدث عن 250 ألف، وأعلى تقدير نتحدث عن مليون عائلة عراقية، ماذا بعد؟
أخي الكريم، 1,000,000 عائلة عراقية، يعني نتحدث هنا عن 6 ملايين نسمة. نعم 6 ملايين نسمة عدد كبير جدا، ومأساة يعني متفاقمة ومعاناة يعيشها هؤلاء يوميا بسبب هذا الفقد. وبالأغلب يكون الشخص الذي اختفى قسريا أو جرى اعتقاله تعسفيا وعزل عن العالم أو أيا كانت الظروف، فهذا يعني بالغالب هو شخص معيل لهذه العائلات. وحتى يعني في تقريركم، حتى وجوده، مجرد وجوده بين أفراد العائلة هو مسألة توازن ومسألة يعني مسألة إيجابية، لكن فقدانه هو المشكلة الأكبر. والمعاناة مركبة ومتفاقمة، والحالة الاقتصادية التي يعيشها العراقيون حالة مزرية الحقيقة، وتراجع ملحوظ على نعم الناحية الاقتصادية، وهذا كله ينعكس سلبا على حالة هؤلاء، لأنه بالإضافة إلى ما تقدم هم فقدوا المعيل، وبالنتيجة لدينا مأساة كبيرة. الحكومة، حكومات احتلال متعاقبة بعيدة كل البعد عن الأولويات الوطنية، وبعيدة كل البعد عن معاناة الشعب، وعن يعني لا توجد إرادة سياسية الحقيقة في تخفيف من معاناة هؤلاء، فضلا عن الصبغة الطائفية التي يعني لا تغيب عن أي مراقب لهذا الشأن، لأنه بالأعم الأغلب الضحايا من المحافظات المنكوبة، والمحافظات المنكوبة معلوم يعني الطبيعة السكانية فيها. نعم، أشكرك جزيلا الدكتور أيمن العالي، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر سكايب من عمان، شكرا لك.